الأخبار والخامسة مباشرة من الجزائرية الثالثة الإخبارية. أهلا بكم مشاهدين الكرام والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يعين اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للمرحوم اللواء حسن عليمية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اليوم جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد على ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19. اختتام دورته العادية للبرلمان بغرفتيه لسنة 2019-2020 طبقا للأحكام المحددة لتنظيم مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتتابعون، وزير الصحة يعلن من بسكرة جملة من الإجراءات وتوفير المعدات الطبية لاحتواء الوضع الوبائي، ووزارة الداخلية تقر حجرا منزليا جزئيا على كل بلدية ولاية ورقلة ابتداء من السبت المقبل، وحجرا منزليا جزئيا على بلديتي القلا والشط بالطارف ابتداء من اليوم. وفي النشرة، من أعلي جبال الشريعة مشاة ومغامرون يقومون بحملة للتنظيف والتحسيس بأهمية الحفاظ على المحيط. بداية، عين اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عين السيد عبد المجيد تبون بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عين اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للمرحوم اللواء حسن عليمية طيب الله ثراه. كما وقع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مرسوما يتضمن إنهاء مهام اللواء عمر تلمساني بصفته رئيسا لأركان القوات البرية للجيش الوطني الشعبي. يترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19 الناجمة في بعض الولايات عن عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات ميدانية عملية عاجلة لمواجهة هذه الوضعية. ويشارك في هذا اللقاء إلى جانب الوزير الأول وقادة الأسلاك الأمنية وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة ولاة الجمهورية لكل من الجزائر، وهران، بسكرة، سطيف وكذا وركلة. قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة في وفاة الأطباء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن كفاحا ضد وباء كوفيد-19. وكتب السيد عبد المجيد تبون في صفحته على تويتر: ننحني بكل خشوع أمام أرواح شهدائنا الأطباء بالحمرة محمد، شبيلة سمير، حوحو محمد ومراد رفاوي الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن كفاحا ضد الوباء. تعزية الخاصة والحارة لأسرهم ولكافة السلك الطبي، إن لله وإن إليه راجعون. في النشاط البرلماني، اختتم اليوم مجلس الأمة دورته البرلمانية العادية لسنة 2019-2020 في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجين. وجرت مراسم اختتام هذه الدورة التي افتتحت شهر سبتمبر الماضي بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والوزير الأول عبد العزيز جراد إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي. ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة. اختتم المجلس الشعبي والوطني، أو قبل ذلك
وقبل ذلك نتابع هذا التصريح الخاص بالنشاط البرلماني ولنعود بعد ذلك. في هذا الاختتام مواضيع كثيرة، أشياء كثيرة مطروحة، تحديات كثيرة، يبقى لنا فقط أن نتجند كلنا كرجل واحد باش نواجه هذه التحديات في صالح البلاد وفي صالح الشعب الجزائري. من بعد هذه 58 سنة وحنا نطالب الزعامة نتاعنا نتاع المقاومة الوطنية اللي راهم في الميزي نتاع في فرنسا رجعوه منا. الرئيس من بعد هذه السنوات هذه كلها الرئيس استرجع هذا. هذه خطوة من الخطوات اللي نمشيو إلى أن فرنسا تعترف بالجرائم نتاعها. هذه خطوة الأولى، ولكني لازم تتبعها خطوات أخرى وإحنا متمسكين بهذا. لما قلنا أن الاستعمار لما حاوزناه من الجزائر وغادر الجزائر ومشى لفرنسا تحول كأحزاب وتحول كلوبيات ليأثروا على السياسة تاع فرنسا اللي متعلقة بالعلاقات مع الجزائر. اليوم وحسب المناقشات وحسب الاقتراحات سرا يكون أول دستور ماهوش فقط تاع مرحلة من المراحل، هذا دستور باش يبقى مع الأجيال ما يتغيرش. كما اختتم المجلس الشعبي والوطني اليوم دورته البرلمانية العادية لسنة 2019-2020 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين. وجرت مراسم اختتام هذه الدورة بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل والوزير الأول عبد العزيز جراد إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي. ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 1216 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. لم تتحجج رئاسة الجمهورية بواقع الوباء لتعطير مسار الإصلاح السياسي، بل تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الدعوة إلى تعديل الدستور بعرض المشروع التمهيدي لتعديله للنقاش وفق إرادة واضحة في التعامل الإيجابي مع مقترحات القوى الوطنية المختلفة حتى تتمكن الجزائر من إعداد دستور للجمهورية بعيداً عن الشخصنة والظرفية والمزاجية، وهو ما يتطلع إليه عموم الشعب الجزائري دون التنصل عن عناصر الهوية وقيم شعبنا الثابتة غير القابلة للتجاوز أو المناورة أو الابتزاز أو المتاجرة، وليتفرغ الجميع لبناء دولة حديثة ديمقراطية قوية بشرعيتها الشعبية وثقافتها الوطنية التوافقية القائمة على المشاركة والتضامن وإعلاء شعار العلم وسلطان القانون. نلتقي اليوم في أجواء مفعمة بالوطنية والاعتزاز والفخر، وقد عشنا أياما مباركة احتفل خلالها شعبنا بالذكرى 58 لعيد الاستقلال المتزامن أيضا مع عيد الشباب، والذي كان متميزا هذه السنة بكل المقاييس، حيث استرجعت بلادنا رفات شهداء المقاومة الشعبية، وكانت الفرحة عارمة والحدث تاريخي بعودتهم إلى الوطن، وليبعث رسالة متجددة إلى كل أصحاب الحقوق أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأن المقاومة ليست مرتبطة بحقبة زمنية من الزمن، بل هي ثقافة متوارثة جيل بعد جيل يتغير مفهومها وفق خصائص المرحلة الزمنية. فنحن اليوم في مشروع بناء الجمهورية الجديدة وما يقتضيه ذلك من مقاومة للفساد.
تلبية لدعوة من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، قام اليوم وزير الشؤون الخارجية صابري بوغادوم بزيارة إلى إيطاليا. تطرقت المحادثات بين الجانبين إلى رزنامتية تعاون ثنائي، خاصة منها الدورة القادمة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري الإيطالي المزمع عقده في الجزائر، وزيارة الدولة المنتظر أن يؤديها الرئيس الإيطالي إلى الجزائر لاحقا. كما أبرز الجانبان الشراكة الاقتصادية وأفاقها الواعدة، وتناول الطرفان أيضا بشكل مستفيض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث بحثا سبل المساهمة في معالجة هذه الأزمة في ظل التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود تسوية وأمن دول الجوار. وقد أبرز النقاش توافق وجهات النظر حول ضرورة تسريع العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا ويحقق التطلعات المشروعة والخيارات الحرة للشعب الليبي. هذا وسجل الطرفان توافقهما على ضرورة الاحترام التام والصارم لخطر تزويد السلاح إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل المساهمة الفعالة في توفير الشروط الضرورية لتمكين الفرقاء الليبيين من الإخراط في مسار التسوية السياسية. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في الساحل وسبل تعزيز التنسيق بينهما لدعم جهود التنمية في هذه المنطقة بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار. وقف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد في زيارة لولاية بسكرة، وقف عند وضعية المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الولاية، وكإجراء استعجالي فقد تم تدعيم الولاية بجهاز PCR للمعاينة والتحاليل، مما سيرفع العناء على المواطن بدل التنقل إلى ولاية باتنا لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا. المزيد في هذه المراسلة لأمين بعطش. ارتفاع عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا ببسكرة خلق قلقا وسط الأطقم الطبية واختلالا في التكفل بمرضى الفيروس، الأمر الذي جعل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد يقف على هذه النقائص ويأمر بجملة من الإجراءات والتدابير. في بسكرة فيه ارتفاع، وهذا أدى إلى قلق كبير داخل المستشفيات وأثر على عدد أسرة الموجهة للمرضى وقسم الإنعاش. في الأسبوع الماضي بعثنا عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي نوفوي دي ريسبيراتور، جبنا دي ماتيريال، شافوا سيد الوالي فيه عدد كبير من أجهزة الإنعاش هذه لي بسكرة. في شيء آخر ظني رضي سكان بسكرة أنهم كانوا يعانيوا، اليوم جبنا معنا آلة PCR وانطلقت اليوم وغدوة تنطلق إن شاء الله تصبح في الخدمة لصالح المواطنين. ومن منطقة زريبة الوادي ثمن الوزير روح التضامن التي اتسم بها أبناء المنطقة من خلال تبرع أحد المواطنين بمستلزمات طبية خاصة بمرضى كوفيد-19 وكذا سيارات الإسعاف. الإنسان كما يقولش مع بلاده في الوقت هذا وفترة تلقانا الدولتان، احنا مع الدولتان بكل بارك الله فيك وبارك الله عليك بزاف وشكروا. لينهي الوزير زيارته بلقاء تشاوري مع الإطارات الطبية لمعالجة مشكل اختلالات التسيير داخل المستشفيات بوضع استراتيجية ترفع من مستوى قطاع الصحة بالولاية. ومتابعة لمسجدات الوضع الصحي بالبلاد، عقد اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار عقد ندوة صحفية استعرض فيها الحصيلة بالأرقام والمؤشرات. نتابع. مع تسجيل 460 حالة جديدة يصبح العدد الإجمالي 17808، أي بمعدل 40 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 10 ولايات لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 20 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 5 حالات، و 18 ولاية سجلت 6 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، عندنا 10 وفيات جديدة رحمهم الله، وبهذا يصبح العدد الإجمالي 988 حالة وفاة منذ بداية الوباء لحد اليوم.
73% من الحالات الوفاة عندهم العمر تاعهم 60 سنة فما فما فوق، وبين 10 حالات عندنا 7 عندهم مرض مزمن. فيما يخص الحالات التي تمثلت الشفاء طبقا للمعايير المعتمدة عددهم يحد اليوم 12637، منهم 308 حالة تمثلت الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا 53 مريض في العناية المركزة. تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين بعد موافقة السلطات العمومية المختصة بإقرار حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي القلا والشط من الساعة 7 مساء إلى غاية الساعة 5 صباحا لمدة 15 يوما ابتداء من يوم الخميس 9 جويلية 2020. للإشارة فإنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديتين المذكورتين أعلى التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة المسافرين والسيارات. كما تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين بعد موافقة السلطات العمومية المختصة بإقرار حجر منزلي جزئي على مستوى كل بلديات الولاية من الساعة 5 مساء إلى غاية الساعة 5 صباحا لمدة 15 يوما، وذلك ابتداء من يوم السبت 11 جويلية 2020. للإشارة فإنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة المسافرين والسيارات. كما تقرر أيضا حسب وزارة الداخلية إقرار حجر منزلي جزئي على مستوى 10 بلديات بولاية تيبازا من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 5، وذلك لمدة 10 أيام ابتداء من الجمعة 10 جويلية، ويشمل الإجراء البلديات الأتية: تيبازا، الناظور، عين تاغورايت، القلعة، حططبة، مراد، حجوط، خميستي، بورقيبة، بوسماعيل. للإشارة فإنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة على التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة المسافرين والسيارات. وبناء على توصية اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبالنظر للطابع غير المتوقع لتطور الحالة الوبائية، تعلن وزارة الشباب والرياضة أن استئناف التدريبات في مرحلة أولى مع الاحترام الصارم لتدابير الوقاية الصارمة يقتصر على الرياضيين المؤهلين والمنافسين للتأهل للألعاب الأولمبية لطوكيو 2021. وفيما يتعلق باستئناف المنافسات الرياضية تقرر عدم الترخيص لها في الوقت الراهن. سجلت المصالح الاستشفائية بولاية تيارت ارتفاعا مقلقا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ما استدعى السلطات المحلية إلى إقرار حزمة من الإجراءات الصارمة والتعويل على المجتمع المدني فيما يخص التوعية والتحسيس. المزيد مع مختار مذكور. هي مشاهد من المؤسسة الاستشفائية يوسف دمرجي بولاية تيارت، حيث عدد الإصابة بفيروس كورونا يقترب من 300 حالة. 5 مؤسسات بالولاية تضمن الرعاية الصحية للمرضى المتزايدة أعدادهم يوما بعد يوم. لاحظنا في المدة الأخيرة يعني تزايد في عدد الحالات المشتبه فيها. الإصابات يعني اليومية هي من 5 إلى 10 حالات يوميا مشتبه فيها. جامعة ابن خلدون بتيارت واحدة من الهيئات المساهمة في توعية الساكنة بأهمية التقيد بإجراءات الوقاية. توقيف ظرفيا عن إصدار عقود الزواج، قلتها وأكررها، إذا كان اقتضى الأمر سوف أخذ قرارات أخرى أكثر صرامة، لأن الهدف هو الحد من انتشار هذا الوباء. التعويل على مكونات المجتمع المدني في غرس ثقافة التباعد الاجتماعي رقم مهم في معادلة الوقاية من تفشي الوباء.
شارك وزير التربية الوطنية رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتربية والثقافة والعلوم محمد واجعود في الدورة العادية 25 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، حيث عرض تجربة الجزائر في ضمان استمرار دوام الدراسة بعد انتشار فيروس كورونا، وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات لمجابهة تعليق الدراسة وإعادة تنظيم نهاية السنوية الدراسية. وذكر الوزير في مداخلة في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة 20 دولة عربية أنه مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تقديم العطلة المدرسية بداية من تاريخ 12 مارس 2020 ثم فرض الحجر الصحي بداية من تاريخ 19 مارس 2020 لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، حرصت الوزارة على ضمان استمرارية مرفقية التربية من خلال ضمان تقديم حصص تعليمية عن بعد والإطلاق الرسمي لأول قناة تلفزيونية تعليمية معرفية في الجزائر، وأنه تم تصدير خطة عمل تضم كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة التلاميذ في مراكز إجراء الامتحانات مع مراعاة البقاء على اتصال دائم مع أعضاء اللجنة العلمية الوطنية لمتابعة انتشار الوباء والمشكلة من خبراء في المجال الوبائي والصحي لاتخاذ الإجراءات أو لاتخاذ القرارات الصائبة والسليمة في حينها حفاظا على صحة التلاميذ. في موضوع آخر، أشرف اليوم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمر بالحمر أشرف على توقيع اتفاقية إطار في مجال تطوير التدريب والتكوين العلمي والثقافي والفني بين مؤسسة التلفزيون الجزائري والمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعية البصري. مراسم التوقيع حضرها المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان ومدير المعهد محمد بوكر. المزيد في هذا الموضوع لتوفيق عجلي. بحثا عن الإتقان في الظهور أمام الكاميرات بكل المواصفات المعتمدة لدى كبريات القنوات العالمية، ثلة من الصحفيين يخوضون تجربة التكوين من قبل أساتذة مختصين في المعهد العالي لفنون العرض. وزير الاتصال يحضر جانبا من التكوين والتوقيع على اتفاقية إطار شراكة مع وزارة الثقافة لتكوين الصحفيين والاستثمار في قدراتهم. تنعقد الاتفاقية التي أبرمت صباح اليوم بين وزارة الاتصال ووزارة الثقافة، تنعقد في إطار بناء ما يسمى باقتصاد أو مجتمع المعرفة، تصور ثلاثي يجمع أساسا الاستثمار البشري، الاستثمار الأخلاقي، وما أسميه شبكة القيم التربوية. قانون المالية التكميلي شارعنا في إعادة الاعتبار إلى الصندوق الخاص بالتكوين، سيسمح لنا بتعميم عمليات مثل عملية هذا الصباح. دروس تطبيقية في تقنية التحكم في التنفس وحركة الجسد والإيماءات يستفيد منها الصحفيون ليقفوا أمام الكاميرات بكل احترافية. الأيام التكوينية اللي درناهم من خلال المبدأ الأول هو النظري، ثم الفصل الثاني هو التطبيقي اللي راه في القاعة، نعطوا أدوات ومفاتيح للمنشط التلفزيون. تجربة مفيدة جدا بالنسبة لكل مقدمي البرامج والأخبار في التلفزيون الجزائري. من خلال ماذا؟ من خلال الاشتغال على جسد المقدم أو المذيع. مناهج علمية متقدمة يتلقاها مجموعة من الصحفيين، وهي معرفة دقيقة بكل أدوات الحوار والتقديم. نتمكن من معرفة كيف يفكر الإنسان، كيف يدرك، وكيف يسمح له ذلك بالتواصل الأمثل مع الآخرين. هذه فرصة من ذهب بالنسبة لنا كإعلاميين لتعرف على أساليب وطرق جديدة في الأداء الإعلامي، خصوصا مع أساتذة كبار. تكوين عالي هو بمثابة خطوة أخرى نحو الاحترافية العالية لتقديم الأحسن على الشاشة الصغيرة. الانترنت عبر ساتل خدمة ستوفرها اتصالات الجزائر الفضائية في الأشهر القليلة القادمة انطلاقا من القمر الصناعي الجزائري الكومسات 1، لتشمل تغطية كل مناطق الظل عبر الوطن بشبكة انترنت عالية سريعة التوصيل وعالية التدفق باعتماد المحطات الطرفية. يقول عبد العزيز علي. كل المناطق المعزولة ومناطق الظل عبر الوطن ستستفيد ساكنتها من خدمة الانترنت عالي التدفق عبر الساتل، مشروع للحد من الفجوة الرقمية استكملته اتصالات الجزائر الفضائية.
هذا النظام الان يسمح للمواطن البسيط باش يكون عنده ربط بالانترنت ذات تدفق العالي توصل حتى 100 ميجا بيت بار سكوند. رانا على وشك انطلاق هذا الخدمات هذه اللي رايحين نغطوا بها مجموع مناطق الظل اللي موجوده في الجزائر. قدم فريق الدعم التقني لاتصالات الجزائر الفضائيه خدمه عاليه الجوده للمستخدمين والزبائن، كما انه يضمن استمرار تشغيل لكل الانظمه والخدمات. الأرضية التقنية للمشروع أنجزتها الخبرة الجزائرية وستعمل على تجسيدها، فمن خلال محطة طرفية فيسات مشكلة من هواء مقعر ووحدة توزيع الشبكة يستفيد المواطن من أنترنت بحزمة كاء اللامحدودة. مدة تنصيب الأجهزة اللي ما تديباسيش يوم واحد يكون هذا المواطن عنده الربط بكل الشبكات الموجودة ومن بينها شبكة الانترنت. الانترنت ممكن عبر الساتل تصل إلى 20 ميجا بايت سرعة الانترنت، وأرضية تتبع السيارات يمكن تتبع السيارات 1000-2000 سيارة في الدقيقة. الانترنت عبر الساتل ارتقاء حقيقي نحو رقمنة الخدمات المقدمة، سيمكن قرابة 10 ملايين نسمة تقيم بمناطق الظل من الاتصال والتواصل عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات 1. أكد اليوم طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته خلال نزوله ضيفا في برنامج هذا الصباح، أكد على أهمية إدراج مختلف القطاعات في مكافحة الظاهرة انطلاقا من تكوين الإطارات إلى حملات التوعية والتحسيس. أخلاقات الحياة العامة تبدأ من هنا، تبدأ من التوعية والتحسيس. الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كما قلت سابقا لديها مقاربة وقائية وتشاركية في نفس الوقت. الهيئة ستقدم الدعم التقني لوزارة الشؤون الدينية من خلال المعاهد، من خلال تكوين الأئمة في مجالات كثيرة. ربما تعلمون أن الهيئة لديها برنامج وطني للتكوين بشراكة مع المعهد العالي للتسيير في برج الكيفان. بدأنا فيه هذا البرنامج منذ سنة 2016 لتكوين الموظفين العموميين القطاعات، كل قطاعات. إلى حد الآن وصلنا إلى تكوين أكثر من 5000 موظف عمومي في مجال يعني الأطر القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته. استؤنفت اليوم بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع في عدة قضايا متعلقة بالفساد لليوم الرابع على التوالي بالاستماع لمرافعات هيئة الدفاع، حيث رفعت هيئة الدفاع ببراءة موكليها المتورطين في القضية محاولة تبرير شرعية عقود الاستثمار الممنوحة لمحي الدين طحكوت. واعتبرت هيئة الدفاع أن كل هذه المعاملات تمت في إطار قانوني مع احترام قانون الصفقات العمومية ودفاتر الشروط والنصوص التنظيمية السارية المفعول. وحسب ذات الهيئة فإن الدراسة والتوقيع على ملفات الاستثمار لصالح طحكوت تمت في إطار الصلاحيات التي تخولها مناصب موكليهم الذين لم يستغلوا مناصبهم ولم يمنحوا أي امتيازات غير مستحقة. دوليا، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس أكثر من 3,040,000 حالة إصابة بفيروس كورونا في وقت أعرب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحسن الوضع في بعض المناطق المتضررة بالفيروس، مشيرا إلى فتح جميع المدارس مع الدخول الدراسي القادم. إلى ذلك شددت دول أوروبية إجراءات الدخول إلى الدول الأوروبية التي تعرف ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة ضرورة خضوع المسافرين إلى حجر صحي لمدة 14 يوما، كما منعت فنلندا الفرنسيين من الدخول إلى أراضيها.
ونعود الآن إلى الجزائر ونختم النشرة من أعالي جبال الشريعة، حيث الهواء النقي والنسيم العليل ما لم تعكر صفوه القذرات التي ترمى هنا وهناك. جمعية كرام لنادي مشاة ومغامرون أخذوا المبادرة وقاموا بحملة لتنظيف والتحسيس بعيني المكان. كيف ذلك؟ مع رشيدة معبوط والمزيد. لا تزال حملات النظافة التي تنظمها جمعية كرام بالبليدة مستمرة. العملية مست هذه المرة حظيرة الشريعة لتنظيف الغابة من الأوساخ والنفايات التي يتركها بعض المتنزهين. خرجوا هكذا نروحوا نديروا روندوني هكذا في أي حي هنا في الشريعة ولا في جهة أخرى في الأطلس بليديان بصفة عامة. كي نروحوا هكذا نمشوا كي نحبسوا باش نفطروا ولا باش نقصروا هكذا بيناتنا ولا ناخذوا راحة نعمروا الشكار تاعنا بالزبل ندوا معنا. دونك حاجة يعني سهلة. كيما يسيب المضرب مقي يعاود يرفد النفاية تاعو يديه ويخليه مقي هذا مكان. وتكون شوية الوعي. وتعد الغابات مقصدا مفضلا للسياح وعشاق الطبيعة في ظل الوضع الصحي المتميز بتفشي جائحة كوفيد-19 ومن جرى عنه من تدابير وقائية على غرار غلق الشواطئ أمام المصطافين. نديرو غوندوني الصباح كل جمعة ومن بعد ولينا شفنا الجماعة راهم يجوا بالسبت بدلنا ولينا نجوا معاهم بالسبت ما نيش غير في بليدة روحوا مناطق أخرى رحنا حمام الوان رحنا معنا مناطق شابة بزاف غير واش لماذا بينا الناس يحتفظوا عليها هذا. ورغم الحملات التحسيسية بضرورة المحافظة على نظافة الغابات وحمايتها من الحرائق إلا أنها تبقى غير كافية بالنظر إلى السلوكيات غير المسؤولة لبعض المتنزهين الذين يتسببون في تشويه منظر الغابة وتعرضها للخطر. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون يعين اللواء عمر تلمساني قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للمرحوم اللواء حسن عليمية طيب الله ثراه. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس اليوم جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد على ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19. وكما تابعتم اختتام الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه لسنة 2019-2020 طبقا للأحكام المحددة لتنظيم مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتابعنا أيضا وزير الصحة يعلن من بسكرة جملة من الإجراءات وتوفير المعدات الطبية لاحتواء الوضع الوبائي، ووزارة الداخلية تقر حجرا منزليا جزئيا على كل بلدية ولاية ورقلة ابتداء من السبت المقبل، وحجرا منزليا جزئيا على بلديتي القلا والشط بالطرف ابتداء من اليوم. وتابعنا أيضا من أعالي جبال الشريعة مشاة ومغامرون يقومون بحملة للتنظيف والتحسيس بأهمية الحفاظ على المحيط. نشرتنا تمت، عناويننا الإلكترونية في خدمتكم. السلام عليكم.